والله مع الأسف أصبح الأذان عبارة عن صوت مألوف في المجتمع، فقط صوت يظهر من فترة إلى أخرى، حتى أن الناس لا يوقتون عليه، حضورهم المساجد يوقتونه على وقت الإقامة ولا يهتمون بالأذان مع الأسف. يعني مع أن في هذا الأذان، يعني أنت في هذا الأذان تشارك في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى من يحاول أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، استعمل الأذان، فإن الأذان محل تشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يوجد مشهور من المشاهير ولا رئيس لدولة ولا أحد من أهل الأرض يذكر ويرفع اسمه في على هذا الكوكب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا لا يوجد أحد. في كل دقيقة تتحرك الشمس باتجاه الغروب فيدخل وقت الأذان في بلد معين من بلدان على سطح هذه المعمورة، يقول كل مسجد فيها في هذه المدينة أشهد أن محمد رسول الله، ثم تتحرك الشمس دقيقة أخرى فيقول المؤذنون في البلد التي تلي تلك البلد أشهد أن محمد رسول الله. وبما أننا الآن يعني لا توجد دولة إلا وفيها مسلمون، فبحمد الله صارت الكرة الأرضية على مدار الساعة 24 ساعة تمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشارك معنا في هذه الحملة.